هيك بكون عملنا حساب ستيم وعملنا وعرفنا كيف ننزل الألعاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ إن شاء الله تمام بأحسن حال يا رب. اليوم بدنا نشرح درس كيف بدك تنزل الستيم، عشان الفيديو اللي قبل وهيكون أغلبية ألعابنا على المنصة هذه. تمام، اكتب هنا على جوجل ستيم، هاي الربط الأول. هنا عص على انستول ستيم، بيعطيك ملف بدك تحمله حجمه 100 ميجا تقريبا أو 120 شي زي هيك. اعمل هنا انستول فري داونلود. لو عندك نظام ماكنتوش أو أي نظام تاني غير هاي من هنا عندك. هاي بيبدأ يحمل، طبعا هو هيبدأ يحمل من انت أول ما تنزله. طبعا تنزيل تعص نيكست، خد لغتك نيكست. انا شباب يفضل هذا لو كان عندك السي على قرص السي. شباب البرنامج بتاع الستيم هيصير ينزل العاب، الالعاب هيكون حجمها كبير، فالسي هيمتلى عندك، القرص هيصير مليان عندك. او مثلا لو انت عملت ويندوز، تمام عملت ويندوز واعتبر كمبيوترك صار فيه فيروس، او مثلا خلاص بدك تغير النظام، او صار عندك مشكلة بالجهاز يعني لا سمح الله، هيروح الالعاب كلها من الستيم. فانت شو تسوي؟ ريح راسك، غير السي مثلا، بدل ما هو هاي السي مثلا عندي مليان، غير السي حطه في قرص تاني، حطه في قرص انت شايفه فاضي وقرص انت بتستعملوش، وعص نيكست. تمام، واعمل له ران تشغيل. هنا بصير هنا هيطلب منك تحميل الملفات من الانترنت، هيصير حمل. شايف؟ بعد ما تخلص منه افتح البرنامج بتاع الستيم، اعمل له هنا ايش، create a new account، يعني انا بدي اعمل حساب جديد. هنا بقول لك دخل الايميل تبعك، اكيد انت عندك ايميل هوت ميل، جيميل، اي حاجه. انا بدخل له ايميل وهمي عشان ايش، انا مش يلزمني الحساب. تمام، انا بدي احاول ايش اسوي، بدخل ايميل وهمي. هاي نسخ، هاي لصق، your account name address، ايوه account email address retype. وهنا خد الدولة تاعتك فلسطين، خد دولتك انت، اكتب له النص هذا و I agree و okay continue. استنيت، هاي الرسالة اجت على الايميل بتاع ستيم، عصان على الرابط. معلش شباب النت تعبان عندي. انا بقول لك كرييت ستيم نيم. شباب هنا الاسم بتاع الستيم نفسه اللي انت الناس تقدر تضيفك عليه. تمام، انا اسم الستيم تبعي هيكون مثلا بدي اسميه هاي فور، بس هاي نقطة، هاي 3 2 ايه جيمرز. الباسورد حط، يفضل الباسورد تحطه مثلا كابيتال لتر وسمول لتر، مثلا هاي شيفت وكيو. تمام، يعني كابيتال حرف الكيو كابيتال مثلا، وهي حرف الكيو سمول، هاي مثلا 1 2، هاي كيو كابيتال كيو سمول، 1 2 3 مثلا، يعني انت حر حط اللي بدك اياه. وهي هاي مثلا ايش، هاي يساوي هاي كيو كابيتال كيو سمول، 1 2 3 يساوي انت حر خذ اللي بدك اياه. تمام، هذا بقول لك في الشي نقطة، هاي شفت شرطة. A new account successful. تمام، بقول لك انا عشان نت بطيء بقول لك الاكونت تسجل. نيجي هنا على الستيم، هي اطلع منه. ايش كتبنا احنا؟ فور جيمرز، شفت شرطة هان.
تمام. وهنا قلنا كيو كابيتال كيو سمول، 1 2 3 يساوي يساوي يساوي. هيك بعمل تسجيل قاعد تدخل. هي قاعد ايش، انا بشتغل الحساب. هي شايف هذول العب على جهاز. طبعا انت ايش بتسوي؟ بتروح للرابط الحين. انت مثلا لعبة من العاب هذولاك، بتروح للرابط مثلا. هي اللعبة عندي مثلا، هاي رابط، هاي رابط من الروابط، تمام. هاي رابط، بنروح وين؟ بنعمل هنا لوجين، او مش شرط. ماشي ماشي، لوجين. ممكن تكتب اسم اللعبة هنا يا شباب من الستيم مثلا، تروح على الستور على المتجر، تكتب هنا بلاك سكواد. كتبت غلط شكلي. بلاك سك، استنى نشوف الجوجل، حاج جوجل. اي بلاك اس كيو كيو يو دي يو اي بلاك سكواد. الله نت مضاعف يا شباب، يا شباب الوضع مزري. هيا بلاك سكواد، شايف كيف؟ اسم اللعبة ممكن تنسخه او ممكن تدخل على الرابط مباشرة. المشكلة النت تعبان، لو نت سريع كان دخل معك على الرابط عدل هنا، تمام. بقول لك سجل دخول، بسجل دخول. هيا بلاي تو فري، هاي اللعبة شايف؟ عشان تلعبها بدك تسجل دخول. عندك ستيم ولا ما عندكش ستيم؟ يعني كله يس عند ستيم. هاي يو نيد ستيم، نو اي نيد ستيم. يعني اذا انت بدك هرجعك لتحميل البرنامج. انا اصله يس، هسه تشكي الرسالة هذه وتعص اي جري تنزيل، هيصير عندك ينزل ستيم هنا. حلو، هاي شايفين يا شباب، هاي قاعد بينزل الستيم، قاعد بينزل، تنزل 4 جيجا من الانترنت. هيك بكون عملنا حساب ستيم، وعملنا وعرفنا كيف ننزل الالعاب، تمام. اذا عجبك الشرح يا شباب اعطيه لاصحابك، والعب انت واصحابك. بينفع تلعب كل العاب مالتي بلاير طبعا، يعني مع صاحبك. وكل عام وانتم بخير، والله يتقبل الطاعات ان شاء الله، والله يسعدكم ويوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حال الشباب؟ ان شاء الله تمام يا حلوين، يا مفلسين. اليوم جبنا لكم احلى العاب، 5 العاب ببلاش، عشان الوضع سبحان الله كحيتي. فاحنا اذا حبيتوا نستمر بالسلسله هذه اكتبوا لنا في التعليقات، تمام. واذا انت جديد جاي شفت الفيديو هذا يا مطوع، يا سلام. تذكرت تيلتابيز؟ شوف هذا الغباء زي التيلتابيز تاع دبسي وينكي ولالا. الله اكبر.